أخبركم عن منتجات العناية بالبشرة. أنا وايد حبيتها وقمت أستعملها بطريقة وايد يعني حلوة. فأول شيء بخبركم عن دكتور نادر الصعب، فهو جراح تجميل وايد مشهور وغني عن التعريف. فأنا قمت أستعمل منتجاته للعناية بالبشرة. فأول منتج بتكلم عنه اللي هو الكافيار بيرفكت آي سيروم. طبعا منتجاته كلها مصنوعة من الكافيار، وطبعا انتم تعرفون يعني الكافيار عليه عدة فوائد، وتشيل العناية بالبشرة، يجدد خلايا البشرة، ويعطي نضارة للبشرة. تستعملون هذا الكونتور آي سيروم كذي، تحطونه كذي على البشرة. بعد ما تخلصون هذا الكافيار كونتور آي سيروم، طبعا له عدة فوائد، يعطي نضارة ويجدد الخلايا في منطقة تحت العين، ويعطي فيرمنس وسموذنس المنطقة تحت العين. فوايد حلو هالسيروم. بعد ما تخلصونه تستعملون الداي كريم والنايت كريم. هذا البروتكتيف داي كريم تستعملونه بعد الآي سيروم، وطريقة استعماله ان تحطونه كذي على اليد بعد الآي سيروم، وتسوون مساج حق البشرة كذي بهاي الطريقة. في نفس الوقت يعطي ترطيب وحماية، ويحفز الكولاجين والإلاستين اللي في البشرة. هذا النايت كريم تستعملونه بعد ما تحطون الريبيرينج آي سيروم، وتستعملونه بس في الليل. وطبعا له عدة فوائد، يجدد خلايا البشرة، يريح عضلات البشرة، لأن آخر اليوم تكونون تعبانين تردون تبون تنامون، فيريح عضلات البشرة، يرطب البشرة، ويوحد اللون في نفس الطريقة. فوايد حلو، فأنصحكم فيه. وتسوون مساج كذي بهاي الطريقة البشرة. وآخر منتج بتكلم عنه اللي هو النادر صعب فيس ماسك، اللي يحتوي على الكافيار، شي نفس جيلي. تحطونه على وجهكم لمدة 15 أو 20 دقيقة. طبعاً يرطب البشرة، ينعم البشرة، يعطيكم شد فوري البشرة، هاي فوائدها. وفي نفس الوقت يوحد لون البشرة، ويجدد الخلايا اللي في البشرة، ويحتوي على الكافيار، فهالشي وايد مفيد للبشرة، أنصحكم فيه. كذي خبرتكم عن خبرتي مع منتجات نادر الصعب، وصراحة أنا وايد حبيت منتجاته، وأنصحكم أنكم تستعملون منتجاته وتستفيدون فيه.